Professor Ghida Rabia, modification of insulin dosage and fasting Ramadan. السلام عليكم. أحب الأول أشكر الـ Organizing Committee وبروفيسور دكتورة إيناس، وأحب أشكر كل الحاضرين إن هم قعدوا معنا لحد الوقت ده. إن شاء الله المحاضرة تبقى صغيرة، فيها جزء كبير كلام اتكرر على مدار اليوم. هنتكلم عن الـ Adjustment of the Insulin Therapy during Ramadan. الأجندة بتاعتي هتنفولف الـ Epidemiology of Diabetes in Muslim Populations، الريسك ستراتيفيكيشن وده اتكلمنا عنه كتير قوي النهارده، البري رمضان كونسلنج والايتس امبورتنس بتاعتها ان مانجمنت اوف بيشنتس وذ دايابيتس ديورينج فاستنج، الكلينيكال ترايلز اللي اتكلمت عن الانسولين في رمضان، ديفرنت انسولين ريجيمينز وايه اللي ليه افضليه عن التاني، وفاينالي ايه هي ريكومندد دوز ادجستمنت ان ديفرنت انسولين ريجيمينز. آخر إحصائيات بتقول إن تقريباً كل 10 أدلس في منهم واحد بيعاني من الدايابيتس، وممكن كمان نزود الإنسيدنس دي إن كل 9 أدلس فيهم واحد بيعاني من إمبيرد جلوكوز توليرنس. طب ده على الورلد وايد. في الميدل إيست والنورث أفريكا اللي هم معظمهم مسلم إنديفيديوالز، هنلاقي إن عندنا 73 مليون إنديفيديوال سافرينج فروم دايابيتس، وإكسبكتد إن النمبر ده يزيد ل 136 مليون باي ذا يير 2045. لو جينا بقى لمصر هنلاقي ان مصر وان اوف ذا توب 10 كونتريز اول اوفر ذا وورلد في الدايابيتس بوبوليشن. دايما المسلم بيشنتس زي ما كل زمايلي قالوا قبل كده وكل اساتذتي قالوا، حتى لو احنا بنقول لهم ان انت هاي ريسك فور فاستنج او ان انت نوت ادفايس تو فاست، معظمهم بينسيست اون فاستنج رمضان. دي دراسات على مدى القرن التو ديكيدز اللي فاتوا بتبين قد ايه البيشنتس وذ دايابيتس كان عندهم الانتنشن تو فاست، قد ايه منهم قدروا يفاست رمضان. اخر واحده كانت الدار جلوبال سيرفي، دي كانت في 2020 على التايب 1 دايابيتس، كانت انفولفينج 1113 بيشنت، كان 70% منهم عندهم الانتنشن تو فاست رمضان، 80% منهم نجحوا ان هم يقدروا يصوموا 15 يوم في رمضان، ووصلنا لاخر رمضان 26% قدروا يصوموا رمضان كامل، وذ افريج نمبر اوف فاستنج دايز كانوا تقريبا 23 يوم. لو جينا لتايب 2 دايابيتس هنلاقي الانسيدنس كانت فيها اعلى، كان 83% عندهم الانتنشن ان هم يفاست رمضان، 95% تقريبا صاموا 15 يوم، و62% نجحوا ان هم يصوموا almost رمضان كامل، with the average number of days fasting كانوا 27 يوم. ليه بنقعد نتكلم نفس الالجوريزم اللي كل الناس حطيته، ان الريسك of fasting with diabetes عندنا risk of hypoglycemia, hyperglycemia او even DKA will dehydration will increase risk of thrombosis. بناء على ده احنا بنعمل proper management of the patient، بيجي لي بري رمضان counseling، وقلنا انها المفروض تكون بفتره كافيه على الاقل شهر قبل رمضان عشان اقدر اعمل modification للبلان بتاعته واقدر احدد ان كان safe fast ولا لا. الزياره دي بعمل فيها risk quantification، ببتدي educate البيشنت امتى يقيس البلاد جلوكوز، اديله advice about the fluids and diet والexercise امتى يمارسها وقد ايه وايه التايب اوف اكسرسايز، وفاينلي السكوب اوف ماي ليكتشر الميديكيشن ادجستمنت اند وين تو بريك فاست. دي الجدول اللي اتحط النهارده كتير اللي بناء عليه بنعمل ستراتيفيكيشن للبيشنت ان كان هو لو ريسك، وده هقول له حضرتك يو شود فاست عادي زي الهيلثي انديفيديوال مع الفولو اب، او لو السكور بتاعه من 3.5 ل 6 ده مودريت ريسك انا بديله ادفايس نوت تو فاست، لكن لو هو انسيستنج يبقى انا الرول بتاعي هنا ان انا احط معاه بلان كويسه ان هاو تو فاست سيفلي. الهاي ريسك دول انا بقول له يو شود نوت فاست، لكن برضو لو هو انسيستنج اون فاستنج الرول بتاعي ان انا اريسبكت
الويل بتاعته واحاول اساعده ان هو يقدر يعدي الشهر ده سيفلي. ده برضو الالجوريزم ان انا ازاي يعني المودريت والهاي ريسك بقول له ان هو يقدر يقيس السكر فريكوينتلي على مدار اليوم، بيبقى فيه 7 قرايات على مدار اليوم محتاج ان هو يقيسهم، 6 قرايات ثابتين اللي هي قبل الفطار وبعد الفطار بساعتين وقبل السحور بعد الفطار بعد السحور بساعتين وعند الميد داي والميد نايت، وقرايه 7 لو هو حس باي إلنس مانيفستيشن اوف هايبو او هايبر او اي مانيفستيشنز دي بيقيسها احتياطي. طب العيان اللو ريسك هقول له قيس لي 7 مرات في اليوم؟ لا، ده ممكن اكتفي بقرايتين يوميا علشان اشوف الكنترول اوف فاستنج. يعني ممكن يقيس لي واحده قبل الفطار على طول اشوف هل البيشنت عنده ريسك اوف هايبوجلايسيميا ولا لا، وواحده بعد الفطار بساعتين اشوف هل الفود باترنز بتاعته في رمضان بتاثر عليه وبتخليه عنده ريسك ان هو يدخل في هايبرجلايسيميا ومحتاج ان انا ازود الدوزز بتاعته ولا لا. ندخل بقى للكور بتاعنا، الانسولين دوزز في رمضان، ايه هي الانسولين ريجيمينز اللي البيشنتس بتوعنا بيمشوا عليها؟ عندي ممكن يبقى ماشي على البيزل بولس ريجيمين، وده موستلي بتكلم هنا على الانسولين انالوجز، او بيستعمل الانسولين بامب اللي هي الكونتينوس سبكوتينوس انسولين انجكشن سواء معاها سنسور او لا، او الكونفشنال توايس ديلي ان بي اتش معاها ريجولر شورت اكتنج انسولين، او البري ميكسد انسولين وده the least frequently used and generally not recommended for especially type 1 patients. البيزل بولس ليه بقول ان هو البريفيرد ريجيمين؟ علشان بيميمك الفيسيولوجيكال انسولين باترن، بيوفر مور فليكسيبيليتي، لكن ساعات البيشنت ما بيبقاش بيفضله علشان بيحتاج شكشكه اكتر على مدار اليوم وبيحتاج مور كلوز مونيتورنج اوف ذا بلاد جلوكوز ريدنجز. الانسولين انالوجز بيتر زان الريجولر هيومن انسولين علشان بتبقى ليها بيتر كنترول اوف ذا بوست برانجل بلاد جلوكوز اند ماتش لوور انسيدنس اوف هايبوجلايسيميا. حتى لو بتكلم على الانسولين انالوجز بتكلم على اللونج اكتنج ولا الالترا لونج اكتنج، يعني لو هقارن الانسولين جلارجين 100 يونتس برميلي بالجلارجين 300 يونتس او بالديجلوتيك، هلاقي ان الريلاتيف الفلات اكشن بتاعهم وان هم تقريبا ما لهمش بيك بيخليهم عندهم لور انسيدنس اوف هايبوجلايسيميا اكتر حتى من اللونج اكتنج ال 100 يونتس جلارجين. طيب البري ميكسد انسولين ريجيمين مش محبوب يعني خالص؟ لا، هو مور كونفينينت فور ذا بيشنت عشان فيور نمبر اوف انجكشنز، لكن بيبقى عنده هاير ريسك اوف هايبوجلايسيميا. في هنا بعض الترايلز كانت بتقارن ديفرنت ريجيمينز، هنشوف دلوقتي ايه اللي لقوه. اول ترايل هنا كانت بتاسس الافيكاسي والسيفتي بتاعه الجلارجين مع الاورال، وكانوا مختارين هنا الجليميبرايد في التايب 2 دايابيتيك بيشنتس. لقوا ان ما كانش فيه ديفرنس في الجلايسيميك كنترول، لكن الهايبوجلايسيميك ايفنتس حصلت مايلد هايبوجلايسيميك ايفنتس during رمضان فاستنج. الهايبوجلايسيميك انسيدنس دي كانت اعلى في الناس اللي هم لو بودي ويت، كان الويت بتاعهم اقل من 70 كيلو، وكانت الانسيدنس اقل في الناس اللي الفاستنج بلاد جلوكوز بتاعهم كان اعلى من 120. فهنا ريكومنديشن كانت ان انا اعمل تايتريشن للجلارجين بحيث ان انا اوصل بالفاستنج بلاد جلوكوز ان هو يبقى اعلى من ال 120. هنقارن هنا في الاستادي دي، قارنوا الليسبرو بالريجلر اللي هو الهيومن السوليبل هيومن انسولين، كان لقوا ان ما كانش فيه سيجنيفيكانت ديفرنس في الفاستنج بلاد جلوكوز، لكن الليسبرو عمل مور كنترول في البوست برانديال وكان في لوور ريت اوف هايبوجلايسيميا مع الانسولين ليسبرو زان السوليبل هيومن انسولين. طيب هنا ده بيشنت كان البيشنتس بتوعنا ابتدوا بالديجلوتيك، تمام، كان كومباينيشن مع الاسبورت وقارنوهم بالاسبورت لوحده اللي هو البايفيزك انسولين اسبورت.
لقوا ان ما كانش فيه significance في blood sugar control، لكن برضو الرايزوتيك ادى less incidence of hypoglycemia، كان في reduction للtotal hypoglycemia ب 62% والnocturnal hypoglycemia ب 74%. هنا دول patients كانوا ماشيين على insulin mix 30-70، جيهم قبل رمضان ب 2 weeks، راحوا عملوا changing للevening dose وخلوها بدل ما هي insulin human regular insulin العادي، خلوهم ياخدوا insulin less pro mix 50، فلو ان السويتشنج للايفنينج دوز دي خلت فيه سيجنيفيكانت امبروفينج للجلايسيميك كنترول، ومع الامبروفمنت ده ما كانش فيه انكريز في الهايبوجلايسيميك ايفنتس. طيب ايه هي ريكومندد انسولين ريجيم ادجستمنتس في الفاستنج ديورينج رمضان؟ هنشوف البيشنتس ويز تايب 1 دايابيتس لو هم كانوا ماشيين على بيزل بولس ريجيم، هاجي للبيزل انسولين دوزز بتاعتهم، هشوف لو كان هو عنده جود جلايسيميك كنترول قبل رمضان، يعني الهيموجلوبين اي 1 سي بتاعه كان اقل من 7.5، هريديوس الدوز ب 20-30%، والتايمينج بتاعه الدوز ممكن ياخدها وقت الفطار او بعد الفطار بساعتين ثلاثه في الايفنينج، او لو هو كان متعود من الاول ان هو بياخدها ابيت تايم هياخدها زي ما هي التايمينج بتاعها. طيب لو كان هو بور جلايسيميك كنترول، يعني الهيموجلوبين اي 1 سي بتاعه كان اعلى من 7.5، ساعتها هكيب السيم دوز وهعمل كلوز فولو اب واشوف لو هو محتاج اعمل له اب تايتريشن بالمتابعه، وطبعا التايمينج هو نفسه. طيب البرانديال انسولين دوزز، في عندي نوعين من البيشنتس، في ناس بتاخد البولاسز دي حسب الكارب كاونتنج ودول هيفضلوا زي ما هم يمشوا على نفس الريجيمين بتاعهم، لكن في ناس بتاخد فيكسد دوزز، ساعتها انا مش هغير حاجه في الدوز بتاعه الافطار، ودي هتبقى هي نفسها الدوز بتاعه الفطار بتاعته، وهقومات اللانش دوز، لكن الدوز بتاعه الايفنينج اللي هديها وقت السحور هعمل لها ريدكشن ب 20-30%. التايمينج بتاع البولس دوز انها ادفايس، طبعا وجبه الفطار بتاعتنا في رمضان بتبقى مليانه فاتس وبروتينز، فان انا اديها 20 دقيقه قبل الفطار عشان تسمح بال انسولين ان هو يشتغل على الفات ده اللي هو هيديلي الابسوربشن اوف جلوكوز وهيديلي الرايز اوف بلاد جلوكوز. طبعا لو عندي هاي بلاد جلوكوز ريدنجز بعد كده طول فتره الفطار ممكن ادي كوركشن دوزز. طيب لو البيشنت ماشي على انسولين بامب، البيزل انسولين دوز باجي 4-5 ساعات قبل الفطار بعمل لها ريدكشن ب 20-35% من البيزل ريت اللي هو البيشنت ماشي عليها، واجي بعد الفطار اعليها بقى تاني الدوز ب 10-30%، ويفضل مستمر على الريت العاليه دي لحد الميد نايت، بعد كده ارجع للبيزل دوز بتاعته. البولس انسولين معظم البيشنتس بتوع الانسولين بامب بيبقوا ماشيين بالبولسز بتاعتهم بتبقى حسب الكارب كاونتنج، فبيمشوا زي ما هم كانوا متعودين. البولس دوزز في كذا طريقه ممكن اقدر اديها بيها، ودي طبعا حسب الانسولين بامب، ممكن تبقى immediately ودي بيحصل لها ريليز في ساعتها، دي شبه الريجولر انسولين والشورت اكتنج انسولين انالوجز اللي احنا بنديهم، فدي اسمها الستاندرد او نورمال بولس. في تكنيك تاني ممكن يخليها سلولي تتاخد اوفر ا سيرتن تايم، ودي بتبقى اسمها اكستندد او سكوير بولس، وممكن يبقى في تكنيك يعمل كومباينيشن اوف ذا تو بتبقى اسمها كومبو او ديوال ويف بولس. طبعا الميلز الهاير ان فات كونتنت زي ما اتفقنا قبل كده انها بتديلي الابسوربشن بتاع الجلوكوز، فالرايز بتاعنا بيبقى اقل، يعني بيبقى ديليد الرايز اوف بلاد جلوكوز، فانا ممكن احتاج ان انا ادي يا اما الاكستندد او الكومبو بولس. طيب لو البيشنت بتاع تايب 1 دايابيتس ماشي على الكونفنشنال توايس ديلي ان بي اتش بلس ريجولار شورت اكتنج انسولين، طبعا اتفقنا ان دي مش الريجيمين اللي احنا بنشجعه، ده ديسكورجد في الانديفيدوالز تايب 1 دايابيتس سبيشالي اللي هم داخلين فاست رمضان، لكن لو هو ده الاونلي افيلابل فهبتدي اعمل له ادجستمنت. لو البيشنت بياخد توايس ديلي بيزل انسولين هقيس الفاستنج البلاد جلوكوز في الفاستنج اورز في المورنينج والميد داي اند بيفور افطار، لو البلاد شوجر بتاعنا كان في الرينج من 90-160 ساعتها انا مش هحتاج اعمل اي ادجستمنت للليت ايفنينج دوز، الدوز اللي انا هاخدها بالليل قبل السحور.
لو البلاد جلوكوز بتاعي ما بين 160 ل 250 ساعتها هعلي الدوز بتاعته 10-15%، لو اكتر من 250 هعليها 20-30%، لو اقل من 90 انا هحتاج ان انا اعمل داون تايتريشن واقللها 15-20%. طيب ده كده انا لما قست السكر في ساعات الصيام بناء عليه عملت موديفيكيشن للليت ايفنينج دوز. هقيس السكر بقى في النون فاستنج اورز وبناء عليه هعمل موديفيكيشن للدوز اللي انا هديها وقت الفطار. برضو لو انا ريدنجز عندي من 90-150 مش هحتاج اعمل موديفيكيشنز، لو من 160-250 هزودها من 10-15%، لو اكتر من 250 هزودها 20-30%، اقل من 90 هعمل لها داون تايتريشن 15-20%. ولو البيشنت بالنسبه للبوليسز بقى اللي مع البيزل انسولين بيمشي على الكربوهيدرات كاونتنج يبقى همشي عليها زي ما هي. طيب تايب 2 دايابيتس بيشنتس لو ماشي على انسولين هو الاختلافات مش كبيره قوي، لكن لو هو ماشي على اللونج زي ما قلنا اللي هو الكونفنشنال لونج اكتنج انسولين او ومعاه الشورت اكتنج بوليسز، سواء كان اللونج اكتنج ده كان ان بي اتش ولا ديتيمير او جلارجين، بدي لو بياخده وانس ديلي هقلله 15-30% وهاخده وقت الفطار. طب لو هو كان بياخده توايس ديلي اليوجوال مورنينج دوز هياخدها وقت الفطار والايفنينج دوز هياخدها قبل السحور بس هعمل لها ريدكشن 50%. طب الشورت اكتنج هياخد اليوجوال مورنينج دوز وقت الفطار هقومت اللانش دوز وهريديوس الايفنينج دوز ب 25-50% وهديها وقت السحور. طيب لو بياخد بري ميكسد انسولين، في بعض البيشنتس عندنا بنشوف ان هو ماشي على بري ميكسد مع اورال، لو هو بياخدها وانس ديلي هياخد النورمال دوز بتاعته بس خليها وقت الفطار. طب لو هو بياخدها توايس ديلي المورنينج دوز هياخدها في وقت الفطار والايفنينج دوز هقللها ب 20-50% وياخدها وقت السحور. طب لو هو بياخدها 3 مرات في اليوم هقومت اللانش دوز هديله الافطار دوز والسحور دوز واعمل لهم ادجستمنت بناء على الريدنجز كل 3 ايام. دي الدياجرام اللي بناء عليه بزود او اقلل الدوزز وبعلم العيان عليه. لو سكرك اقل من 70 انت ساعتها هتبريك فاست، لو اقل من 90 هتقلل الدوز بتاعتك 2 يونتس، لو في الرينج من 90-126 هسيبه زي ما هو، اكتر من 126 هزود 2 يونتس، اكتر من 300 بقى ساعتها برضو هبريك فاست وهتشيك فور كيتونز، وبعد كده الدايز اللي بعديها هزود الدوزز ب 4 يونتس. طيب لو هو بياخد انسولين بامب تقريبا زيه زي تايب 1 دايابيتس، البيزل ريت هقللها ب 20-40% في اللاست 3-4 اورز بيفور افطار، وبعد كده هزود الدوز لحد 20% بعد الافطار، والبولس ريت حسب الكارب كاونتنج زي ما هو ما بيبقى ماشي عليها. طيب دي سلايد تقريبا كل الناس النهارده قالوها، امتى العيان لازم يبريك الفاست؟ لو سكره اقل من 70، لو سكره اكتر من 300، او لو عنده مانيفستيشنز اوف هايبو او هايبر. طب لو سكره في الرينج من 70-90 هقول له ريد تشيك افتر 1 اور، ولو بيقل يبقى لازم تبريك فاست. طيب دكتوره غاده انا هنا شير بيرس. ايوه هو التايم اوت يعني ادينا 2 تايمز فوق التايم، ف يعني في سلايدز كتيره ولا هي اخر سلايد؟ خلاص ماشي. طيب البوست رمضان فولو اب، خلاص العيان خلصنا رمضان لازم نقول له عيد الفطر خلي بالك من الاوفر انديليجنس الكحك والحلويات، معليش السكر قوي، لازم يعمل بروبر ارانجمنت للميتنج دي مع الفيزيشن بتاعه قبل ما رمضان ما يخلص، ويبقى الرينجنج ان هو هيرجع للدوز بتاعته شكلها ازاي، هيعمل ري ادجستمنت تاني للدوزز بتاعته، ونعرفه ان السنه دي مثلا لو رمضان عدى على خير والدنيا كويسه ده مش شرط ان انت لازم المره الجايه تصوم كده من غير ما ترجع للهيلث كير بروفايدر بتاعك، لا لازم نعمل ري اسسمنت قبل الشهر السنه الجايه. فاينالي بري رمضان اسسمنت از اسينشال فور اول دايابيتيك بيشنتس هو انتنت تو فاست،
بن ايفالويت الريسك اند ايديوكيت البيشنت اون سيلف مانجمنت دورينج رمضان بروبر ايديوكيشن ادجستمنت اند ميديكال كلوز فولو اب ده الموست امبورتنت فور ذا بيشنتس تو فاست رمضان سيفلي. فاينلي ثانك يو. Thank you, the Professor Ghada. يعني إحنا محتاجين workshop فعلا للإنسولين والموضوع أكبر من كده بكتير يعني محتاج فعلا